السلام عليكم. الغرض من الفيديو ده اللي هو ازاي اخلي الريزم بتاعي يأهلني ان انا اشتغل في الشركات المالتي ناشونال او الشركات الكبيرة بشكل عام، لان الشركات الكبيرة بيتبعوا نفس السيستم سواء جوه مصر او بره مصر. تمام. او بمعنى اخر ان هو ازاي ان انا اعرف اتفاهم مع بتاع الاتش ار. الاتش ار ده راجل ليه علمه وليه تخصصه وليه كليته اللي بيدرسها، فبيقيم بطريقه مختلفه. احنا بالنسبه لنا كمهندسين الموضوع سهل وبسيط، انتوا بتعملوا الحاجه دي وانا بعرف اعمل الحاجه دي، فانا هاجي اشتغل معاكم عشان اعملها معاكم. فده بالنسبه لنا الكونسبت عندنا كده سهل وبسيط. انما في النهايه عشان تشتغل بقى في المؤسسه نفسها وتتعايش مع المؤسسه وتشتغل مع المؤسسه ومش عارف ايه، والاتش ار والمؤسسه الاخرى، اسف، والبنود الاخرى جوه المؤسسه، الموضوع مختلف. فاحنا هنحاول ان هو نفهم الناس دي بتفكر ازاي ونديها ازاي اللي هي عايزاه. انما احنا مش هنتعلم اي سكيلز جديده في الفيديو ده. تمام. اول حاجه لازم نفهم ان البروسيس بتاعت اختيار الموظفين المهندسين بقى ايا كانوا بقت اوتوميتد في الشركات الكبيره. ان هو الراجل بيجي له 100 200 سي في كل يوم، فحاجه من الاتنين، يا اما هيوظف 5 6 7 بتوع اتش ار عشان يقروا السيفيهات بس ويقارنوها، ده مش هيحصل. هو لا، هو هيجيب واحد وهيجيب له سوفت وير يشتغل بيه، او هيقول له اشتغل بالطريقه الفلانيه، فهينتج عنه ايه؟ هينتج عنه ان السي في هيتكروت، مش هياخد حقه. فانت هدفك ان انت ازاي تطلع، يتم اختيارك من حتى في وسط الكروته دي. انا ازاي هعرف انجو وسط الكروته دي؟ ده الهدف. فلازم تفهم يعني اول حاجه ان بيحصل، ممكن يحصل تشيك على الويب سايت نفسه. يعني انت بتقدم ابلكيشن على النت وبتعمل ابلود للريزم بتاعك والكفر ليتر، فممكن اصلا ما حدش يقراه في الاول خالص. هو لا، في برنامج على سواء متركب على الويب سايت او لما بيعمل داونلود الريزم بيحطه عليه، البرنامج ده بيدور على الكي ووردز وبيقيم الريزم بتاعك بكذا طريقه، بس اشهرها بالكي ووردز اللي هو في النهايه. هم مثلا عاوزين واحد في مجال الكواليتي كنترول مثلا، فهو فانت مثلا ما ينفعش مثلا تحط ريزومي مثلا ما فيهوش كلمه كواليتي كنترول، حتى لو كل اللي بتعمله له علاقه بالكواليتي كنترول، بس لازم يكون كلمه كواليتي كنترول محطوطه والمصطلحات اللي هو محتاجها محطوطه. فدي فكره لعبه المصطلحات، وهتكلم عنها بالتفاصيل بس تفهم الجزئيه دي. فدي اول مرحله عديت منها. او لو لو الشركه ما عندهاش الويب سايت تشيك، بيبقى عندك بعد كده الريكروتر تشيك، اللي هو يجي بقى الريكروتر نفسه يبص. الريكروتر مش هيقرا، الريكروتر اللي هو الراجل اللي بيوظف بتاع الاتش ار، او اللي يعني بينقي من 200 سي في دول 5 10 يوديهم للراجل البروفيشنال، مش هيقرا. هو اصلا غالبا مش هيبقى فاهم، مش مجاله. هو راجل بتاع اتش ار بيفهم في الهندسه بس مش بالتفاصيل. فبيعمل ايه هو؟ والله اولا هو بيدور على الكي ووردز برضه، ان هو في النهايه بيجي له رئيس القطاع الهندسي بيقول له والله انا عاوز راجل واحد بيعرف يعمل 1 2 3، فدي الكي ووردز بيدور عليها. لقاها في السي في بتاعك كان بيها، ما لقاهاش شكرا خلاص انت طلعت. ثانيا الراجل بتاع الاتش ار لو هيقرا السي في، ما تتخيلش ان هو بقى هيجيب كوبايه شاي ويقعد بقى يفصص ويبص في السي في، لا. هو عندهم تكنيكس معروفه، يعني في مثل اشهر التكنيكس اللي هو مش عارف بيسموه 6 او 7 سكندز تكتيك، اللي هو ازاي يقرا السي في كله في 6 7 ثواني. فبيعمل ايه؟ بيجي على اول بيجي في الناحيه الشمال من السي في اللي هو مكتوب بالانجليزي، يعني المفروض كل السي فيز في الشركات الانترناشونال يبقى مكتوب بالانجليزي، ما ينفعش بالعربي. ويروح قاري اول كلمه في كل سطر. فانت طبعا لو كتب السي في عباره عن باراجرافس، جمل طويله مش عارف ايه كده، انت وقعت. فلازم مثلا يبقى انت لازم تكون كاتب على شكل بولت بوينتس، بوينت بوينت بوينت، وبيقرا اول كلمه في كل بوينت. فانت لازم تتاكد ان الكلمه دي تكون اتراكتيف ليه، تخليه يقرا اكتر، يبص في السي في اكتر. بس فدي مرحله الريكروتر. بعد كده يجي الريكروتر هيدي 10 مثلا 20 سي في من 200 للراجل البروفيشنال. البروفيشنال برده مش هيقعد يقراهم كلمه كلمه، لا، غالبا بيصفيهم الاول. احد مثلا الحاجات اللي بتتعمل مثلا هو عادي بيجي له البي دي اف، فبيعمل كنترول اف ويدور على كيوردز خاصه بيه، لقى الكيوردز دي خلاص يبدا يبص. ما بقاش كيوردز دي بيرمي السي في، بيبقى له مثلا سي فيهين ثلاثه، دول بقى اللي ممكن بقى يقراهم كلهم بقى، ده الفاينل تشيك. يقعد بقى يقراهم ويركز فيهم، وبعد كده يجي بقى يجيبوا الثلاثه اربعه دول يعملوا انترفيو ويختاروا منهم. فالبروسيس نفسها اوتوماتيك الى حد كبير، فلازم تفهم السيستم ماشي ازاي واوتوماتيك ازاي عشان تتعامل معاه. تمام. بعد كده لازم نفهم قيمه النتوركينج. في الثقافه بتاعت الشركات المالتي ناشونال انترناشونال النتوركينج مهم، ان انت في النهايه شبكات العلاقات مهمه، المعارف دي مهمه، ان انت تعرف تتواصل مع الناس ده مهم جدا، وان انت تعرف ناس دي مهمه جدا.
يعني، واسأل يعني أي، لو أنت أي دكتور عندك في الجامعة، لو أنت طالب أو أي مدير عندك، لو أنت شغال في حتة دلوقتي، اسأله على حتة اللي هي العلاقات ومش عارف إيه وأهميتها، فده مهم. فكل ما أنت بيكون عندك نتورك، كل ما يكون أنت إيه مطلوب أكتر، بجانب أنت أصلا بتجيب الشغل عن طريق كده. الموضوع ده فيه يعني ethical debate شوية، هل هو فيه، هو فيه طبعا جزئية ممكن يبقى فيه كوس، يعني هو شبه الكوس اللي هو إيه، أنا عاوز أشتغل ما تشغلني، فده يعرفك فيقول لك طب خلاص روح انا كلمتهم، هم هيخشوا على السي في بتاعك، فده مثلا بيخلي السي في مثلا ينط مرحله بتاع الاتش ار، فده نظريا ده كوسه. ولكن هو بيقول لك ايه، هما بيفسرها بيقول لك يعني انا ليه اسهل نفسي في 200 سي في، طالما انا عندي سي في انا عارف ان هو كويس وهيشتغل معايا. فهو بيبص لها من منظور براجماتي، هو ملوش دعوه بالاخلاقيات، هو ليه دعوه بالمنظور النفعي اللي هو في النهايه ده مصلحتي فين انا هعملها. فدي برضو حته تفهم. اهم البلاتفورمز بتاعت النتوركينج عندك لينكد ان وعندك هاند شيك. هاند شيك مش مشهور قوي الا لو الجامعات بتستعمله، لو الجامعات الجامعه بتاعتك ما بتستعملوش سيبك منه، ركز في لينكد ان. اللينكد ان ده يعني ده انت بتعمل نتوركينج مع الناس كلها، تتواصل مع الناس بكذا طريقه. يعني انت ممكن مثلا واحد مثلا شغال في شركه ما، وانت مدير في شركه ما وانت عاوز تشتغل معاه، فتبدا تلفت انتباهه. مثلا انت هو مثلا بيبوست مثلا حاجات عن الشغل بتاعهم، تبدا تناقشه فيها، توريه ان انت فاهم مش عارف ايه كلام من ده. دي تكنيكس احنا بالنسبه لنا ممكن بنتضايق منها، شايفين ده يعني تماحيك او كلام من ده، بس هي الماركت كده وماشيه كده، فمضطرين نتعامل مع ذلك الوضع. الاستراتيجيز بتاعتك وانت بتقدم وبتكتب السي في والكلام ده، في نوعين من الناس، في واحد سوبر وعظيم ده هم محتاجينه ومفيش غيره فهيجيبوه، وبعد كده الناس تانية كلها سوبر وعظيم اللي هو يعني ده مثلا هو واحد في ال10,000، يعني هم بيعملوا مثلا تصميم لحاجة معينة مفيش غير 4 5 في مصر بيعرفوا يعملوه، فانت واحد منهم، فساعتها لا هم يعني هيتخانقوا عليك ان هو محتاجك، وبعد كده الناس التانية كلها. بس مش معنى سوبر وعظيم ان انت يعني هتخش وتتأمر وكل حاجة وتعمل اللي انت عايزه، لا، ان الموضوع ده بيكسباير، ان هو في النهاية الفكرة في المؤسسات الكبيرة مش اللي هو واحد عظيم والباقي مش عظمة، لا، الفكرة كلها ان هو ازاي كل واحد بيكونتريبيوت في السيستم، هو تيم كبير وكله بيشتغل على بعضه. عارف عامل زي ايه؟ زي الاكاديمية مثلا، فكان دايما في بتوع التاريخ لما بيعملوا بيأرخوا الاكاديمية بيقول لك يعني في مرحلتين، في المرحلة الأولانية اللي هي كانت زمان اللي هو تلاقي عالم عظيم عبقري فاهم كل حاجة، فتلاقي مثلا نيوتن مش عارف كتب في الرياضة وكتب في الميكانيكا وكتب في الدين كتب، وتلاقي مش عارف، فتلاقي الراجل عنده 50 60 كتاب في 5 6 7 8 مجالات. ايه ده يا ابن الايه، عملتها ازاي دي؟ هو لا، هو كان عبقري، يعني اللي كان يتقال عليه عالم ده واحد لازم يكون عبقري. دلوقتي لا، دلوقتي بقول لك ايه، انا بدل ما انا بستنى طفرات وبتنتج لي منتج كبير، طب لا انا اعمل سيستم، السيستم ده ابني عليه. فبدأ مثلا، فدلوقتي مثلا اي حد معاه دكتوراه ده المفروض نسميه عالم، فده عالم ممكن ما يكونش عبقري، بس بيعمل ايه، هو بيكونتريبيوت او بيقدم حته صغيره قوي، هو بينشر ورقه بحثيه واحده وده بينشر ورقه بحثيه واحده، ومع العدد بقوا يقدموا اكتر بكتير من العباقره اللي عملوا طفرات، ان هو في النهايه مع العدد والتنسيق بينتج اكتر بكتير. فلو انت سوبر بس مش عارف تتناغم مع التيم، ممكن هياخدك بس شكل مؤقت تسد فجوه، بعد كده هيمشيك. فلازم تفهم الحته دي ثقافه الشركات المالتي ناشونال عامه، اللي هو في النهايه يهمه في النهايه انت تتناغم مع التيم ولا لا، ان انت الكونتريبيوشن بتاعتك مهمه. عشان كده مثلا ممكن مثلا تقابل ناس بس انت تحس انها تعبانه، ازاي شغالوا الناس دي وما ردوش بيا، ان هو لما بيقيم مش بيقيم على الموضوع التكنيكال بس، لا بيقيم على كذا حاجه بس. فلما تبدا تخش في الشركات دي شوف الاول الاوبشنز اللي عندك ايه، ان حتى المسميات الوظيفيه بتاعتهم بتبقى مختلفه، فانت لازم يعني لما تقولش انا عاوز ابقى مهندس وخلاص، لا، شوف المسميات الوظيفيه وتفهمها والجوب ديسكريبشن نفسه، ان ممكن انت تخيل نفسك مثلا يا دوب بقالك سنتين بس خبره وتلاقي نفسك هناك عندهم تبقى مانجر في حته معينه، فلازم تكسبلور الاوبشنز وتفهمها كويس قوي. ولازم برضو تستكشف الانستتيوشن فليكسيبيليتيز، يعني في النهايه هل المؤسسه دي بتسمح لك تتنطط من مكان للتاني ولا لا. يعني في مثلا شركات مثلا زي البيزنس كونسلتنج، انت بتشتغل في اي حاجه في مجالات كتير قوي، فعشان كده مثلا بيعتمد اكتر على الثينكينج بتاعك بجانب التكنيكال سكيلز، مش تكنيكال سكيلز ممكن ما تبقاش رقم واحد ساعات، ممكن تبقى رقم اتنين، فتفهم الدنيا ماشيه ازاي. الكمبيوتر سكيلز دي خلاص يعني دي عيب، مثلا عيب مثلا في السي في مثلا ان انت او في انترفيو مثلا تطلع انت ما تعرفش اكسل مثلا، ده يعني اي عيل صغير لازم يعرفه، اي حد متخرج من اي كليه ايا كانت خلاص يعني عيب، في حاجات عيب السكيلز دي خلاص يعني لازم يكون عارف. اي مثلا مهندس لازم يعني يكون فاهم يعني ايه بروجرامينج، حتى
اعمل حاجه بسيطه بس عليها، بس ما ينفعش انا اقول انا ما اعرفش بروجرامنج. لازم يكون عندك فهم للثقافه العامه، اللي هو مثلا انت مثلا انا ما انت مثلا مدني عماره مثلا، مالكش دعوه بالماشين ليرنينج والديب والبيج داتا والديب ليرنينج والكلام ده مثلا، لو فرضنا شغلك بعيد عنه. بس ما ينفعش ان انا ان انت مش فاهم يعني ايه المصطلح ده، اذا عامله زي واحد ايه بتاع عماره مثلا، ما هو مثلا مالوش دعوه مثلا بالديزاين، بس عيب ان هو مثلا ما يعرفش يعني ايه شير او تنشن او كومبريشن. لا، فلا، في مصطلحات لازم تكون يعني اب تو ديت بالتكنولوجي عشان تعرف تتواصل مع الناس، وده ياخدك للكوميونيكيشن سكيلز. دي مهمه جدا، انك ازاي بتتواصل، ان هو في النهايه ايه اللي هو بيقول لك ايه، الاهم مش اللي بنقولها بهزار، الاهم مش الشغل، تظبيط الشغل. فده مهم ان انت في النهايه لما بتقابل مع كلاينتس وناس مهمه وتبرزنت الشغل بتاعك، لو انت عامل شغل عظيم وقدمته بشكل مش حلو ممكن يوديك في مشاكل، لان اغلب الناس اللي بتقيم الشغل ده ما بتبقاش ناس تكنيكال، لا بتبقى ممكن تكون اداريه اكتر، ماركتنج اكتر، بيزنس اكتر. فالتقديم مهم قوي، خلي بالك منه. حاول مثلا تحط نفسك في تدريب، والتدريب ده تعمل منه علاقات، تعرف ناس وتتواصل معاهم، بحيث بعد كده ممكن دول هم اللي يجيبوا لك فرص شغل بعد كده. ده كلام مهم جدا. لازم تفهم الكالتشر بتاعت البيزنس الانترناشونال، يعني كل الكلام ده قلته قبل كده في الجزء بتاع الكالتشر، بس لازم برضه تفهم اكتر في الجزء بتاع الكالتشر من ناحيه الناس بتفكر ازاي، يعني مثلا الدين والسياسه ومش الكلام ده كله ما حدش بيتكلم فيه ومش مسموح اصلا تتكلم فيه، ولو اتكلمت فيه ممكن تتحط في مشاكل. لازم تفهم الكلام ده كويس، لازم تعرف ايه، حتى كل مؤسسه بيبقى ليها كالتشر خاصه بيها لازم تفهمها. بعد كده البيرسونال براندنج، انت يعني ايه بتسوق نفسك، يعني احنا كنا عندنا احنا لا احنا عندنا في ثقافتنا احنا يعني لا انا من تواضع لله رفعه، وانت تكون متواضع وما تنططش على الناس مش عارف ايه. هناك لا، انت لازم تثبت نفسك وتقول ان انا وحش وان انا جامد، حتى لو انت ما تفهمش برضو اوعى تقولها. لا، لازم البراندنج دايما، وتبيع نفسك ومش عارف ايه. تلاقي مثلا تعال مثلا بتتكلم مثلا مع واحد مثلا خارجين مع صاحب واحد اتفسحوا، تلاقي يعني هو يا عيني من كتر ما تطبع بهذا الامر بقى، احنا قاعدين مثلا بنتعشى مع بعض بنتفسح، وتلاقي قاعد بيتكلم عن الشغل وانجازاته ومش عارف ايه، وتلاقي اصلا هو ما عندوش غير الانجاز ده اصلا، بس هو بيتكلم عنه ان ده نقطه في بحر انجازاته. هو مش بيكذب، بس هو في النهايه ازاي بيبروز الموضوع، بورتري الموضوع ازاي، ده مهم. فلازم يبقى عندك الكالتشر دي اللي هي بتاعت البراندنج، ازاي تبيع نفسي، يعني مثلا اللي هي مثلا بيسموها مثلا اللي هو الهابي كالتشر ريزم، لازم الريزم بتاعك يبقى في الثقافه دي. مثلا لو في ايفنت مثلا بتلاقي مثلا ايفنت مثلا ما حدش جه اصلا، او الايفنت فشل فشل ذريع، يجي يقول لك في الايميل بعد كده لما بيفولو اب على الايفنت يقول لك الايفنت كان عظيم وكسر الدنيا ومش عارف. هو خلاص هو كلمه وحش او فشل دي ما بتتقالش، فلازم وهو مش كدب غير ان هو ايه بيتجمل شويه، فلازم تفهم دي وتتبنى الثقافه دي عشان تعرف تتعايش معاها. فده الجزء بتاع دي الاستراتيجيز بتاعتك لما تيجي تابروتش حاجه زي كده، تكون فاهمها كويس قوي. الريزمي نفسه فيه ملحوظات عامه لازم تخلي بالك منها. لما تيجي تتكلم على الشغل بتاعك ما تتكلمش عن تاسك، لا اتكلم عن سكيل، يعني ما تقولش والله انا كنت بشتغل اوتوكاد بعمل كذا، انا كنت بحسب كذا، لا اشتغل على انها سكيل، ان انت بتصمم، انت بتكرييت فاليو كلام من. فاللغه مهم، ان انت في النهايه ابعد عن الكلام كانه تاسك، يعني ما تقولش مثلا انا كنت برد على تليفونات، انت كانك مثلا شغال في الكاستمر سيرفيس او في السيلز، ما تقولش ان انا مثلا كنت برد على تليفونات، لا تقول ان انا كنت مسؤول عن التواصل، انا مثلا كنت بكونكت او بقى مسؤول عن التواصل بتاع الناس وبعضها والكلام ده، يعني خلي الموضوع سكيل. يعني انت بتتكلم عن نفس الحاجه بس لغه وصفك مهمه، ما تتكلمش عليها كانها تاسك، لا تتكلم عن انها سكيل، ده جزء مهم. الجزء الثاني التيلورنج، ان انت بتفصل السي في او الريزمي بتاعك لكل وظيفه لوحدي، كل واحده ممكن يكون ليها سي في مختلف تمام. يعني انت مثلا وانت مثلا راجل مثلا بتعمل دكتوراه مثلا وبتقدم على وظيفه دكتور في الجامعه، بيبقى اغلب كلامك على الابحاث والورق اللي انت نشرته والكلام ده، غير لو انت بتقدم على شغل في الاندستري، ساعتها لا انت ممكن اصلا ما تجيب سيره الابحاث اصلا، مش عايزها في حاجه مش لازم، هتبقى حشو على الفاضي والناس مش هتهتم بيها اصلا. فلا، فتخلي بالك، لازم تعرف ايه الكومباني كي وورد في الشركه دي، ايه اللي شغاله فيه هي اصلا، ايه المجال الاساسي بتاعها، فهتفهم مجالاتها وتبقى دي الكي ووردز بتاعتها. هي مثلا ناس مثلا شغاله مثلا في ال تاني نرجع مثلا للكواليتي كنترول، ناس شغاله في كواليتي كنترول، فانت ما ينفعش تقدم في اي حاجه من غير ما تركز على الحته دي، لا. فدي الكي في كل شركه وليها كي ووردز. تاني حاجه في حاجه اسمها ريكروتر كي وورد، كل مجال ليه كل مجال ليه كي ووردز.
انت مثلا هتشتغل مثلا في البيزنس كونسلتنج، فخش على النت واكتب بيزنس كونسلتنج ريكروتر كيوردز، يعني هو ايه الريكروتر دايما بيدوروا عليها ككيوردز، دي غير التكنيكال كيوردز. هو مثلا بيدور مثلا واحد مثلا عنده ليدرشيب سكيلز، مش عارف ايه الكلام من ده، والكلام ده هقول بعد دي او هقول بعد هقول ليه مهم، بس ده مهم. فتجيب الكيوردز دي. ثالثا الابلكيشن كيوردز، الابلكيشن نفسها اللي انت بتقدم عليها بيبقى طالب والله مثلا 4 5 مهارات، ما ينفعش انت تقول المهارات دي بس بصيغه تانية في السي في بتاعك او في الريزومي بتاعك، لا استعمل نفس الكيوردز، ما تحطش نفس الكلام كوبي اند بيست، ده هيبوظ لك الدنيا خالص. انما تعمل ايه، انا بتكلم بس تاخد الكيورد نفسها، هو مثلا عاوز واحد مثلا بديزاين كذا، فانت وانت في خبرتك عملت الموضوع ده، فما تقولش والله انا كنت انا بشتغل في البتاع في الحاجه دي، لا تقول انا كنت بديزاين الحاجه دي، نفس الكيوردز، نفس المصطلح التقني نفسه، يعني العمليه دي نفسها ليها اسم تقني تستعمله هو هو. وده وبعد كده في بقى اللي هي الهوت سكيلز، اللي هي في النهايه السكيلز اللي دلوقتي يعني لازم تكون عندك عشان تشتغل في الشركات دي، والشركات دي بتدور عليك. فمثلا في التقرير بتاع الورلد ايكونوميك فورم قال لك والله ان في 2022 السكيلز دي هتلاقيها مطلوبه قوي ودي بتقل قوي، فاغلبها هتلاقيها مرتبط بحاجتين، مرتبط بالاوتوميشن اللي بقت لكل حاجه موجوده، وده بيأثر على سوق العمل بشكل قوي جدا. ثانيا شكل المؤسسات نفسه بقى عامل ازاي وازاي بيتغير مع الوقت. فتلاقي مثلا بص يعني في الجروينج مثلا رقم واحد اناليتيكال ثينكينج، دي مش حاجه تكنيكال، دي اي حد ممكن تكون عنده او مش عنده، ده ملهاش علاقه تجاوب مقبول ولا امتياز، لا دي حاجه اكتيف ليرنينج، ان انت دايما تتعلم، ودي مهمه جدا. ليه؟ ان كان زمان البيس او السرعه بطيئه، كان اللي بيعمل حاجه وبيتعلم حاجه في الكليه بيشتغل بيها لحد ما، دلوقتي لا، دلوقتي الدنيا بتتغير. يعني مثلا كان زمان مثلا في الهندسه مثلا كان الناس بترسم بايديها، بعد كده جه الاوتوكاد، الفرق بين ده ممكن يكون جيل، انها دلوقتي ما بين الاوتوكاد والريفت مثلا في لو بنتكلم في المدني وعماره، لا اقل من جيل، فانت لازم تتطور، لو ما عرفتش تتطور هتقع، فلازم انت مع هتلاقي نفسك يعني انت هتلاقي نفسك بتدرس اثناء شغلك، لو ما درستش هتقع، فده مهم جدا. فانا ازاي ان انا اعرف ابقى اكتيف ليرنر، اتعلم وانا شغال، اتعلم ازاي ان انا اعرف اعلم نفسي اونلاين، اخد كورسات يعني. وعلى فكره الكورسيرا واي دي اكس والناس دي بيكتسبوا مصداقيه مع الوقت، يعني كان زمان تقول انا خدت كورس اونلاين يقول لك ايه كورس اونلاين ده، دلوقتي لا بقى ليها مصداقيه، وهم نفسهم بداوا يعني يعملوا سكورنج سيستمز، يعني هارفرد نفسها بقت بتدي شهادات، ام اي تي بقت تدي شهادات، ام اي تي كانت مثلا عامله في الاقتصاد مثلا حاجه اسمها مايكرو ماسترز، المايكرو ماسترز دي بتاخد كورسات اونلاين وتمتحن في لوكيشنز حقيقيه، يعني مش حاجه فيرتشوال على النت، لا بتروح مكان امتحان، هم ليهم تيست سنترز على مستوى العالم، وتروح تمتحن وتاخد منهم شهاده. فلا فالاونلاين الاونلاين اديوكيشن يعني دي اكيد جايه، فاعتمد عليها وابدا اشتغل فيها. بس فلما تبص عليهم كلهم هتلاقيهم كلهم اغلبهم سوفت سكيلز، هتلاقي مثلا في النهايه ايه مثلا الحاجه التكنيكال مثلا بروجرامنج مثلا، ودي برضو احنا اتكلمنا عليها ان هو ما ينفعش انت تعرفش بروجرام، بس الباقي كله زي ما انت شايف هو في النهايه الشخص نفسه بقى عامل ازاي، مش مهم انت اتعلمت ايه قد قدرتك على التكيف مع السيستم نفسه، فده جزء مهم جدا خلي بالك منه. وانت بتكتب الريزمي بتاعك كمان استعمل اكشن فيربس، ان زي ما احنا قلنا لما الراجل بتاع الاتش ار بيقرا او الريكروتر بيقرا الريزمي بتاعك، هو بيبص على اول على العمود اللي على الشمال ده، الكلمات اللي في الاول خالص، فاستعمل اكشن فيربز المناسبه. وكل تخصص يعني انت مثلا راجل مثلا بتقدم في شغلانه في الريسيرش او في الاداره او في الفاينانس، كل تخصص من دول بيبقى ليه كي ووردز اللي هي الاكشن فيربز بتاعته، تخش على النت وبرده انت بتكتب الريزمي بتاعك، مثلا انت راجل مثلا بتاع فاينانس اكتب فاينانس ريزمي اكشن فيربز، هيطلع لك الليسته كلها. فدي لما تيجي تتكلم عن شغلك اتكلم عن شغلك بالاكشن فيربس دي، ده كله تاني عشان الريزمي بتاعك يطلع من يعدي من الاوتوميتد بوت ويعدي من بتاع الاتش ار ويوصل للراجل اللي هو فاهم في التخصص بقى اللي يقرا الريزمي كويس. تمام، فده مثلا سامبل ريزمي، فانت بتحط اسمك طبعا بلاش الحاجات الغريبه اللي بتتعمل ساعات بقى وصوره كبيره ليك هنا ومش عارف ايه والفريم اللي بتعمله ورد ولا ايس كريم كونز والحاجات الغريبه دي، لا انسى، انت اسمك يعني خليه سيمبل وبروفيشنال قد ما تقدر، اسمك عنوانك وتواصل التليفون والايميل بتاعك، وممكن تحط اللينك مثلا بتاعت اللينكد ان بروفايل، بتبدا بقى يعني ترتيب الاقسام خلي بالك مش قران، هو على حسب المكان اللي انت رايحه مهتم بايه قوي، بس يعني في الغالب دايما بتاع education الاول، والله الادوكيشن
انا والله في الجامعه الفلانيه، انا ما بتقولش انا في سنه ثالثه ولا في رابعه ولا في ثانيه، لا بتقول انا في الجامعه الفلانيه اللي هي مثلا في القاهره مش عارف ايه، هتخرج في مايو 2022. هو بيفهم من غير الوحده، من غير ما انت تقول له بقى انا في السنه الثالثه واتوقع ان اتخرج، مفيش الكلام ده، وتحط والله الجي بي اي بتاعك كذا، ده كده على الاديوكيشن بتاعتك المفروض يكون كافي. هنا الراجل اللي حاطط هاي سكول بس، يعني ما ممكن تحطها برضو بالذات لو انت جايب مجموع حلو في الثانويه العامه، كلام من ده تبقى لطيفه يعني. ولا حسب برضو الريزم بتاعك عندك كلام تاني تقول ولا لا، دي مثلا اكسبيرينس فبتقول والله انا اشتغلت في كذا في الشركه الفلانيه، كنت شغال كذا، وتوصف الشغل بتاعك زي ما انت شايف، بدايات كلها اكشن فيربس، دي من الملاحظات المهمه. بس ده كده خلص الاكسبيرينس. بعد كده اتكلم مثلا عن الليدرشيب والاكتيفيتيز، عمل اكتيفيتيز احنا بالنسبه لنا ايه يا عم الكلام ده، ممكن كلام فاضي، بس لا في الشركات الانترناشنال وفي الثقافه بتاعتها الكلام ده مهم. لو زي بقول لك، هو بيشوف انت لما هحطك في وسط تيم هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وتقعدوا تعملوا اسفين في بعض عند المدير، ولا لا انتوا ناس محترمين ويعرفوا يشتغلوا مع بعض، ده مهم بالنسبه له. ان هو في النهايه انا مش عاوزك تيجي توقع لي المؤسسه بسبب شغل الاطفال بتاعك، لا، وعاوز انسان مسؤول، انسان محترم في التعامل، انسان يعرف يقود تيم لو احتاج يقود تيم، كلام من ده. بس وفي النهايه اونرز وسكولرشيبس وكلام من ده. راجل يعني اندر جراد او يعني لسه ما اتخرجش، ما عندوش حاجه كتير ولا. ممكن بعد كده وانت اشتغلت سنه سنتين بقى تلاقي ان الاكسبيرينس دي مثلا خدت نص الصفحه لوحديها، وتبقى دي اصلا الاهم. ان خلي بالك في الغالب برضو الجديد بيكب عما قبله، يعني ايه وانت لسه خريج بتبقى من الحاجات المهمه جدا جدا التقدير بتاعك. بعد كده لما تشتغل سنتين ثلاثه اربعه خلاص تبدا الخبره، ما حدش اصلا ممكن بعد كده ما يبصش للكليه بتاعتك، هو بيهمه في اخر خبراتك ايه، ان هو عاوز مدير، فمش فارق معاه اصلا خريج كليه ايه، هو في النهايه طالما اشتغل في المشاريع دي ده يبقى راجل عظيم خلاص. فده بالنسبه للريزن. بعد كده حاجه تانية اسمها الكفر ليتر. الكفر ليتر ده مهم جدا يعني ما تهملوش. وغالبا لما تقدم، لما بيطلب منك التقديم ممكن ما يطلبش منك بس انت تقدمه برضه، ده اللي بيحكي عنك يعني، ده اللي بيتكلم عنك. فده زي ما ايه، انت بتحكي قصه حياتك ككارير، ودي مهمه جدا. بيتكون غالبا يعني ملوش فورمات سبيسيفيك قوي، بس هو غالبا بيتكون من 5 باراجراف مثلا كلام من ده. اول حاجه فيه الاوبننج باراجراف، ده في البدايه مهم ان انت يعني تجذب انتباه الراجل اللي بيتكلم معاك، تجيب الاتنشن بتاعه، وتقول البيربز بتاعك، انا ليه جاي، انا ايه البيربز بتاعي من ان انا بقدم عندكم، وتقول والله انا داخل على انهي بوزيشن. ويبقى عظيم لو ذكرت اسم حد شغال عندهم، كونكشن بيرسون، ومش لازم يكون حد من صاحبك يعني، لا انت بس انا مجرد قابلت فلان الفلاني في معرض اللي مش عارف ايه او في شركه مش عارف ايه عندكم، وابدا يعني لف القصه، ان في القصه في الباراجراف ده ان انت في كونكشن عندك عندهم، ده مهم انه ممكن يسال عنك بعد كده، او يعني بيدي فاميلياريتي. ولو في يعني حاجه توب وانت شايف انها يعني هتجذب الانتباه ليك حطها توب كريدنشال بتاعتك. بعد كده البادي باراجراف، باراجرافس يعني بتبقى من 2 لـ 4 يعني، حاول ما تبقاش الباراجراف طويل قوي يعني. بتتكلم بقى على السكيلز والاكومبلشمنتس والكلام بتاعتك دي، وان انت ازاي جبت السكيلز دي، وايه الايدج والنولج اللي عندك. وتاني ركز على الكيوردز، ما اوعى تنسى الكيوردز، ان برضو غالبا الكفر ليتر بيخش على نفس البوت اللي دخل عليه الريزم، ممكن باوبشنز مختلفه بس بيخش برضو على بوت، فالكيوردز ما تنساهاش، وتدي اكزامبلز عن خبراتك وكده. وفي النهايه الكلوزنج باراجراف حاول تخليها حاجه يعني ايه يفتكرك بيها، ريمبر، وتشكرهم، وان انت ما تحطش بقى مثلا حاجه تبلوك الكونفرزيشن، في ناس بتعمل حاجات غريبه في الاخر، ما تحاولش تقفل الكونفرزيشن في الاخر، يعني خلي الموضوع يعني في اريحيه الناس تريبلاي ليك. هنس مهمه يعني، حاول تتبع نفس الفورمات بتاع الريزمي، دايما حاول تقدمه. وتاني الكفر ليتر برضو بيتفصل زي الريزمي على حسب الشغلانه، حاول ما تزيدش عن صفحه، وحاول تخليه يعني ايه جذاب للناس عشان تقراه. تمام، ده برضو سامبل، فنفس الفورمات برضو، نفس الفونت مش عارف ايه، اسم الراجل، اسمك برضو، عنوانك مش عارف ايه، نفس الحاجات بتاعت التواصل، ودير مش عارف ايه، انا حاليا كذا كذا كذا، واتخرج كذا كذا، و يعني هو نفس الكلام يعني اللي قلته بالظبط الشرح. فانت لو حابب تقرا يعني تقرا يعني هو نفس الكلام، مجرد اكزامبل لو انت عايز. طيب خلصنا الكلام ده، ايه برضو اماكن تانية اعرف اوصل فيها للشركات الانترناشنال؟ الكارير فيرز لو انت لسه طالب، او في ساعات بيعملوا كارير فيرز للناس البروفيشنالز مش لازم طلبه بس، او الكونفرنس قابلت الناس في مؤتمر في شركه مش عارف ايه، اي حاجه لازم تبقى عندك كذا يعني كذا تول كده في جيبك تستعملها على طول. اول حاجه مثلا الاليفيتور بيتش. ايه الاليفيتور بيتش؟ اللي هي بيقول لك ان ازاي تعرف نفسك وانت في الاسانسير، اللي هو في النهايه انا بتنقل معاك من دور لدور مثلا 15 20 ثانيه، ازاي
عاوزك تديني ملخص عنك في 20 ثانية 15 ثانية، ده لازم تعرف تعمله. ما تضيعش ال 15 ثانية دول 20 ثانية دول في ايه، انا اسمي فلان الفلاني عندي كام سنة ذكر اعزب ولا متزوج وعندي مريم وميار، محدش مهتم بالكلام ده. لو في النهاية ازاي في 20 ثانية او 15 ثانية اعرف نفسي وادي للي قدامي اللي هو محتاج يسمعه واللي يخليني عنده مقبول، فدي اول حاجة. فلازم تفهم مين اللي هيكون هناك، شركات ايه اللي هتكون هناك، او انت هتقابل الشركات دي في ايه، وقبل ما تقابلهم شوف والله الشركات دي ايه الجوب فيكنسيز اللي عندها، ايه الشغل اللي فاضي عندهم، ولو تعرف تابلاي اونلاين قبل ما تروح عندهم يبقى ده ممتاز. ليه؟ ان انت لما هتابلاي هيبقى الكلام مختلف، ده والله ده انا قدمت عندكم مش عارف ايه كذا، غير لما اقول لك طب هات السي في بتاعك ونبقى نبص عليه، واصلا اقول لك غالبا ما حدش دلوقتي بيقول هات السي في، يعني هو بيقول لك طب ماشي يبقى ابلاي اونلاين. فبدل ما احط اقول لك السي في بتاعك يبقى عنده كومه سيفيهات اكتر من 100 كلها، لا ده انت اوريدي ابلايد، انت بس ايه بتركز على الايه، ان هو انا على فكره اعمل ابلكيشن فركز على الابلكيشن دي بس، فدي مهم. ويستحسن لو انت يعني كنت تواصلت معاهم قبل كده بحيث يبقى فيه تبقى مميز اكتر، وفولو اب مع الناس ما تبقاش رخم وسخيف، يعني خلي الموضوع زي تايملي لحد ما يردوا عليك، آه يا جماعه ايه الاخبار مش عارف ايه الكلام ده. فمثلا في مثلا في الانترفيوز مثلا لو مثلا عملك انترفيو مثلا ساعات بيعملوا بياخدك مثلا بعد الكارير فير او اي حاجه يعمل معاك زي انترفيو كده 5 دقايق، فبيعمل في حاجه مثلا لازم تركز فيها. يعني انترفيو ممكن اعمل لها فيديو تاني لوحدي يعني، بس دي بس يعني تركه مهمه اللي هي بيسموها البيهيفيرال انترفيو، ودي بيستعملوها التكنيك اللي هو اسمه ستار. ستار اختصار لسيتويشن تاسك اكشن ريزلتس، فاللي هو ايه لما انت اللي يسالك السؤال بتجاوبه بالطريقه دي، كان في موقف حصل ان هو في النهايه ان هو اخر ما بيبقاش انت ما بتبيعش سمك في ما تبيعلوش سمك في ميه، لا تقول له انا عملت كذا، فكان في موقف حصل وكان مطلوب مني ان اعمل التاسكس دي ودي الاكشنز اللي انا عملتها والنتائج كانت كذا كده، انت جاوبت السؤال صح بحيث تغطي كل الجواب، ما تتوهش نفسك ولا تتوه الراجل اللي معاك، فدي ملحوظات مهمه بس. فده يعني تعليقا تعليق سريع مش سريع قوي يعني واخد 27 دقيقه، بس ده تعليق سريع يعني على الموضوع الريزمي وازاي ان انت تعرف تتناقش وتتواصل بنفس لغه الراجل بتاع الاتش ار عشان في النهايه تجيب الشغل اللي انت عايزه، بالذات في الانترناشونال سوسايتي، تنتقل من السوق المحلي للسوق الدولي، سواء وانت لسه في نفس الدوله او لو انت هتسافر بعد كده. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.